بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. تحية لأرواح من سطروا أروع الملاحم بدمائهم. أنا النقيب عبد السلام عبد الرزاق من مرتبات إدارة الحرب الكيميائية الفوج 22 وهذه هويتي. إن القلوب تتزلزل والعقول لا تحمل ما يحصل من مجازر بحق أهلنا في حمص العادية، ولا يرضى بهذا الإجرام سوى شريك في الجريمة. ولهذا أعلن انشقاقي عن جيش الإجرام الذي استعان بكل دعي على قتل شعبنا النبي من المقاتلين والخبراء الإيرانيين الذين يعيثون فسادا في بلادنا دون رادع لهم عن قتل أطفالنا، ووصلت بهم الدناءة إلى الإشراف على استخدام بعض المواد والغازات المحرم استعمالها في جميع الأعراف الدولية. وأتوجه إلى رفاقي في إدارة الحرب الكيميائية، أعرف مدى الضغط والمضايقات التي تتعرضون لها من تدخلات الأمن في عمل القطاع، وتعرفون المستوى المتدني الذي وصلت له معنويات مناصري نظام الإجرام من ضباط وصف ضباط. أنصحكم بالوقوف وقفة عز وإباء مع الحق، مع حقنا وحق أهلنا في حمص بحياة حرة كريمة، والانشقاق عن هذه العصابة المجرمة والانضمام إلى صفوف الجيش السوري الحر. النصر قادم قادم بإذن الله. عاش سوريا حرابية وعاش شعبها العظيم.